شيخنا النبي اللهم صل وسلم هو قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم، يعني لو أخذنا إلماحة بما مر على رسول الله عليه الصلاة والسلام وكيف كان ظنه بربه في كل ضائقة وفي كل كرب وفي كل موقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام هو قائد المتعبدين، صلى الله عليه وسلم قائد المتقين، هو الأسوة لكل من وقع عليه بلاء أو مصيبة، فينظر موقف النبي عليه الصلاة والسلام في أحواله كلها. وقعت عليه الهموم واشتدت عليه الخطوب، ومع ذلك نجد نبينا عليه الصلاة والسلام صابرا متفائلا حسن الظن بربه. ففي أحلك المواقف، والله سبحانه وتعالى يصور هذا الموقف ويصور تفاصيله لما يقول ثاني اثنين، ونحن نقرأها في نقرأ هذه الآية في القرآن وتمر علينا في رمضان، يعني في هذه الأيام، فنقف عند هذه الآية، فلابد هنا أن تنبهنا وتجعلنا نتأسى بنبينا عليه الصلاة والسلام ثاني اثنين إذ هما في الغار. لاحظ هنا الحكاية، وأنت الآن يخيل لك أن شخصين في داخل غار والكفار قد أحاطوا بهم من كل جهة، وهؤلاء الاثنين لا يملكون شيئا من عدة الدنيا، ليس معهم شيء من عتادها وسلاحها، يدافعون عن أنفسهم، وليس معهم ناصر من المخلوقين، وأما من حولهم فقد دججوا بالسلاح وكثر عددهم من الرجال وأوعدوا بالعطاء الجزيل لمن يأتي بهؤلاء الاثنين. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. فهنا يأتي الإشراق، يأتي التعلق بالله سبحانه وتعالى. أنت الآن إذا فكرت أن هؤلاء المخلوقين لا يساوون شيئا أمام قدرة الخالق سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لا يغيب شيء عن رؤيته جل جلاله، ولا يخرج شيء عن قدرته سبحانه وتعالى، فتعلم أن هؤلاء المخلوقين هم بيد من خلقهم سبحانه وتعالى، يتصرف فيهم كيف شاء، ولذلك صرف أعينهم وأبصارهم وأشغل قلوبهم، فلم يقفوا على نبينا عليه الصلاة والسلام وأبي بكر.